مراد. نعم مامي. عشوني تعديلك ارتاحت عندي ما نحكي معك. نعم. امبارح ليلة كاملة ما لقيتش نخمش شنو نعرف في حكاية اليوم. ايوا لقيت حل. هزني المحامي خلنا نحكي معاه هنا جامش لقى لنا ثنية. هو قال ثم حل. ما يضمنش يسلك. معناها ولي نجم يدخل الحبس. هذاك علاش قالت تجبد الشكاية بتاعها خي؟ يصر فيها دار النصر. لو كنت تاخذها لما نشوي. نحبك ترجع لها. شوف تلقاش معاها حل. شنو هو الحل؟ ما يدار بابا تقسمت. وجاي الباي نتاعك دويرة صغيرة. زعما قديش تسوى هذيك؟ طبعا 70 بين 70 و 100 مليون. نعطيها لها وتجبد الشكاية. تعطيها لدربوك؟ بابا في جبينة. أما خير نعطيها دار تسوى 70 مليون ولا تنحي لي دار ولدي في النصر؟ هذا ليش تقبلك؟ بالسيف تقبل. ما كنتي باش تمشي لها تحكي معاها؟ بعد ما طردتنا؟ ترجع لها وتحكي معاها. ولدي ما يقفش قدام الحاكم حتى دقيقة. خليها تاخذ هالدار. دفعت بلاء. تمشي لها العشية؟ لا العشية خارج عندي منع. أنت كثر خرجيتك المدة هذه. احكي لي فما حاجة؟ فما شيء. مراد ما تخبيش على أمك. نعرفك راني. بيه مش وقته ترى. عندك الحق مش وقته. أما عيش ولدي كلمها وبرا لها العشية. ما قلنا عندي ما نعمل عشية. همان ما تخليش منتك على أعصابها. امشي لها واسمع منها. خلموها الحكاية. بيه تمشي لها العشية. أمي شنو حكايتها جارتنا جديدة؟ شنو حكايتها؟ وين راجلها؟ اسكت حالها يسخف. عليه؟ على باب تلاقى مسكينة. يا عاد شبيه اللي طلق ما يسخف يولي؟ عليه تلاقى به هو؟ هاكا مثخمة وتخدم على روحها بولدها يلزمها راجل؟ ها وين مطلق مثلا؟ الستاتيو نتاع المرأة المطلقة في بلادنا صعيب برشا. تعرفش انت علاش باش طلق؟ لا والله لا نعرف. يظهر لي هي وهي ما تفهموش. أما مزيانة يا حليلتها. هاي كم بعد؟ لا لا حتى شيء. راجلها ظهر فيه بليد. وانت وين تعرف؟ ظهر ثم واحد يطلق مرأة مزيانة كيف هذيك يرجع بليد. من سخانة ولا سيف عاد بيه دخل. الحمد لله كيف دخل. انا فرحانة نحب نعمل برونزاج هو بيدو. وانت شفيك ما يتبرونزي عبط نشهر برونزي. نحب لك حال لك حال لك حال نولي كيف الزيتونة. وبعد نمشي الدار مهدي وندخل على خالتك جميلة. اوه عطوني بوسة. وين وصلت في حكايتك؟ ماني فاهمة حتى شيء. نتفرج في روحي من بعيد. حياتي ما عادش نحكم فيها. علاش فاهمة؟ صلاح جاي هني فيا على المتريس ومحسوب خطبني. الحق؟ الحق. وليلة باش نخلط عشا معاك. هو عاجبك انت توا؟ ماهوش خايف. ومرضي؟ شكون مات؟ شكون مات؟ بربي استنى أنا جاي. أمان بحويجي بشاني. هذاك باش تذكر مهدي. يفاتلك عليك. انا ننسى مهدي بربي. من علاش تقولي شكون مهدي؟ تي مهدي ولا كي تعدى بحذايا في الفرق يقولي عسلام بعد ويمشي كانه ما يعرفنيش. ما
ليش بابا مهدي حبك يموت عليك انا نعرفه بالقدا. يا حسرة هذاك قبل اما توا ولا يتبع في كلام دارها. هذيك انت اللي ما عندكش فيه ثقة. وليش تحبني عندي ثقة فيه؟ نجم مستنزني وبعد يمشي يخليني كما صارت على برشا بنات. اي ولا ليه؟ اي تصير كعوبة برشا بنات يقعدوا مع واحد 4 و5 سنين بعد يمشي يقولوا لهم بسلامة كأنه ما صار من بيناتهم حتى شيء. أما أنا الحمد لله ماما فايقتني على روحي. أما مهدي ماهوش من نوع متاع الرجال اللي أنت تحكي عليه. أما أنت زيد خاف يا بنتي توا ما تحشتي بحتى شيء. نحب نعرس على روحي نكمل قرايتي وهكا هاو يزيني من جهة الراس. تعبت توا ما حشتي بحتى شيء. برافي قولي فاش كان متعبك مهدي؟ مش هو اللي متعبني. تي اي بلاصه نمشي لها الناس كل تقعد تغزر لي ونهار لي قلب باش ناخذها. كيفاش قامت القيامه حتى من ريم صاحبتك كل ما تشوفني واقفه معها تبدا تزرق لي تزرق لي. بربي ريم هذيك تاخو عليها كلام احرج والله ما تقصدش. بربي ما تبداش تحمي عليها انت ريم حتى من الناس ما يحبنيش. وني جبتها الحكايه تي نحسها ونعرفها وظاهره الحكايه معناتها مهدي لا يحبوني لا دارهم لا صحابه لا حتى حد من اللي دايرين بيه. حكيتي انا ويا صعيبه باهي. احكي لي على خطيبك الجديد. اسمه سلاح وانجينيور وتحفون. وناوي تعرسوا؟ يمكن يمكن حتى اخر العام هذا نعرسوا بالحق بالحق. وليلة مستعداني على شيء. وانتي فرحانة؟ راضية. بديت نستانس بها الفكرة. علاش لا؟ مهدي مهدي قوم عيش ولدي أول ستري قدر. أنا أرقد أمي صارت برشا البيع كثرت مصارية تراك. كاوي أنا ماني ما تريست شنو وقتها سيف سنين نحب نتفرد وننسى همي. شنو الهم اللي عندك تحب تنسيه أنت؟ ننسى روحي والدنيا. بربي رسيني بتفلسيف. قوم عايش بابا قوم قوم عندي ما نحكي معاك. شد عندك هاي سامي مرت خوك قد ما شكاية بدالي قد كما يكتب لي دار النصر يا ما تدخلوا الحبس. حبس؟ علاش اللي طلق يدخل حبس هو؟ تي ليه ما هو على الحكاية الأخرى تاع المرأة يزي بلا لعب. مالا كيفاش؟ طلعت تقرينيتها كيف جيت لها طردتني. سامي طردتك؟ رسولتي كما نقول لك سامية. اي سامية بعدين قلت فعوذة دالي يكتب لها دار ولي في النصر نكتب لها دار بابا. تي طرف اللي بقى من دار بابا دقيقة بتعقل وشو ما لحكيت هذو ما يصيروا كل في الدار وانا اخر من يعلم امي. انا مجدت نلقاك هنا كامله وانت لبرا. هي ما عرفت تكتب له انت دربوك مش عطيها لسامي. علاش ما يعطيهاش دار وهو متاع النصر؟ شبيك مت دار النصر بالقليله تعمل 800 مليون يتحمل مسؤوليته. فماش عليه زاد تحرمنا مباينه في دار عزيزي لازم نحن نتحرموا من دار عزيزي لازم هو تقعدوا داره متاع النصر. ها اش قلت لي ماتي؟ قلت لك ما تحرمناش انا مراد من باينه في دار عزيزي باش تمنع ولدك دالي. بس انت تحسب ماتي ما يسيش خوك يدخل حبسه يتحمل مسؤوليته. كل واحد في الدنيا يتحمل مسؤوليته فماش علاش هو يغلط ونحن نخلصوا الفاتوره نتاعو. تحب تورثني وعيني حيه مهدي؟ ما زدت ما متش راني الدار دار بابا وين نتصرف فيها كيما نحب. يا اخي ذاك اللي تدخلوا على اخوك. خويا انا اخويا اللي حرمني من المرأة اللي نحبها
خويا اللي مرمدني في القهوة خليني ضحكة قدام الناس، اللي شلكنا في المحاكم، اللي اسمنا العالي كان في السماء مرمدو، هذا خوه، هذا خوه اللي تبع في نساء على مرته باش تقتل روحها على خاطره، وانت نهار كامل تحايل عليه وتحبه أكثر منه. خليه يدخل الحبس باش يتربى ويتحمل مسؤوليته. فهمتك الحد هذا، انت قلبك محبي عليا وانت للدرجة هذه تحايل عليه وتتستر عليه؟ ها تغزول كيفاش يعامل في بنته لحم ودمه ما يحبهاش؟ دي كان جات عنا كلبة في الدار ويحبها أكثر منها. يوسف يا أمي، تعرفوا يوسف أشهر ما شافوش. اسكت علي، اسكت. هيا أنا سكت. دار بوك والرزق رزقك وانت حرة فيه، وبربي سكر الشباك خلنا نرقد. انت رجعت فيا الروح منقي، قبل كنت في الدار لما نلقى مع شكون نحكي مع شكون نتكلم. الحمد لله دخلتي في حياتي منقي وجيت انت معك. انت منقي وليت الدنيا عندها مطعم اخر، محليها الدنيا معك يا منقي، محليها. حتى انت يا مجودة محليها الدنيا معك، محليها محليها البلاصة، محليها النسبة. مجودة أخي، أنت علاش مرضت؟ ما هو راجل عمل فيه مونجي. وش عملك راجلك؟ اللي ما يتعملش مونجي كي يش ويقمه ويروحه قبل ليل. طف 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 مونجي، حس حويج الدار بيحهم الكل. صور وصل مونجي، خليني في البردة أنا وبنتي، خلينا على جرية موس وبومبوك منا نلقى تريك. كنت ريما مرة عمي اللطف يا ربي اللطف. اش نحكي لك مونجي، ذكا نهار من النهارات روح هادي نخسر برشا فلوس، شرب روح يا مونجي. اش نقول لك حبيبي، يعني في دربابة انا مانيش فاهمة مونجي علاش الناس الكل يحب يبيعوني في دربابة. راجلي بنتي تمشيش انتي زادة كيف تحب تبيعني في دربابة؟ ابدا يا نجوتة، وراس ورص السوكي هذاك وبفاروتي نورت عيني، هذيك دارنا باش نقعدوا نعديو فيها حياتنا الى الممات. غضه مونجي، حد قتلك عطاني سيف تطريح، هي زنس تطريحة يا مونجي، ريحتنا باش القبور. بنتي مش تعرف القوة متاع التريحة؟ شدوني يا سيدك يا بومبك 3 شهور في السبيطار تريحة، ومن وقتها ترخات عصابي وليت منشوري. وبنتك نجيت، بنتك ما وقت أمي حية تليت بيها. ومن بعد كيفاش عشت نجيت؟ بعد ما طلقني راجلي سافر وتابع ليه ربي، عدي بعد في الفلوس والحالة مش كل شهر، رما حتى كي يبطى ديما يا بعد بصراحة ولدت الدار بابا وامي ومعاهم شوية فلوس، ما صدقني بح عاد شوفين تقول وش راني كذبت عليك ولا خبيت عليك يا ولد الناس، راني ما عندي شيء. كلام صدقني منقيقي، مصدقك يا نجوتة وي نعمل لك في زنس بيت نوم، زنس بيت نوم روعة قاعد تفنن فيها بالنقشة وبالذهب البندقي وبالمبر الأحمر. زينة مانجي، تعرف أنا مانجي عندي برشة فروشات قمراية في كل الألوان في الغرز الكل. تعرف اللي أنا كنت مترز بالكتاب الكتاب كنت نعرف كل شيء، فماش حاجة ما نعرفهاش. راني نعرف إيه نعرف، خسارة مانجي، خسارة مانجي. ميساج نجوتة، ميساج نحبك أنا على راحتك، ما تعمل شيء نجوتة، أنا نعرف نطيب ونخسر ونسيق ونطرز ونبيض ونجار
وساعة ساعة حداد وخضار، كان تحب زاد نولي لك فحام. المهم انت تقعد على راحتك، نحبك هكا كوم اون برنسيس. فوالا لي بوم. ميلا بربي قدامك بايا يا مي جميله. تو هكا باش تخرجوا كلكم تخليوني راسي راس الغشيره؟ ما عادش نجم انا بين بيا والقضيه ومشاكلكم انتوما في الدار. ليه نضربني ستريس؟ يلزمني نخرج. زيد انا من الاول قلت لك سامدي سواغ سي سكري عندي. شنو سامدي سواغ؟ قلت لك سي سكري. سكري يا شلبي يا سكري، خليك في الانجليزي نتاعك. فاش بنتي برا صح البنتي صح صح سكري سكري سالي. انا معاش النجم. لا لا عوينات، لازمك جمعة كوجي مش نهار برك. الله غالب كنا لبس علينا، فهمتش المشاكل كيف جات ورا بعضها، في كان مخبينا هذا الكل. ثولي باش نعمل حسب اللطيف. أحسن ما تعمل، خلي يمشي علينا الكسيد. هي وقتاش ناوي مروح؟ ما تبتعش عاد. لا لا ما نبتعش، نروح ميد نايت. أيا جود نايت. Good night. شكري شكري. سامي جدك رغم اللي طردتني من الدار انا وامي راه امك سمعتني الكلام. حتى الشونطاج اللي عملته لها مش بلاصته حتى طرف. كل واحد يدافع على روحه كيما نجم، انا ندافع على ولدي. به هابش عمل بروبوزيسيون وشوف تقبلها ولا لا. نسمع فيك. انا يذولي عام حبس على الدار 970 مليون برشا. والفضيحة والتمرميدة نسيتها؟ باقي برشا. حكيت مع المحامين قالوا لي راه لازم يخرج منها وانت ما تاخذ حتى شيء. وين تحب توصل مراد؟ انسى دار النصر وقبل دار امي اللي هي تسوى 70 مليون. اما خير ولا نوازل ومشاكل؟ فك عليك بالتمرميدة راك استاذة. شنو تحب شقالك شقال عليك؟ دخلت رجالها الحبس على خاطر خانة؟ الكلام هذا ما مسخنيش انا، مسخوك. اما مسخ ولدك زاد نهار ياخذ النجم يحاسبك. يا سيما اسمع كلامي، راني ننصح فيك، راهو كل واحد يدخل العركة لازم يخرج خاسر حاجة. تنحكي مع أخويا ونقولك. ما تنجمش تقرر وحدك؟ غدوة نكلمك. حاجة برك، حط يوسف بين عينيك. ما تنجمش تعدى نهزو نهار السبت؟ خلي بوه يتعدى يهزو، عنده توا قريب 3 شهور ما سألش عليه. نجيت الجمعة الجاية نمشيو للفدان. شنو الفدان؟ جبنت سيدي يحيى، ما قبل كانوا يسميوها الفدان. عندي الوالدة مدفونة غادي والوالد بنت عمتي وعمتي. معلم نورمال تنقش في القلوب في الجبانة. سامحني خويا انت مكسور بعيد على القبورات. لكن حبيت شكري فك علينا خويا. مسخ فوق القبورات مسخ. لو كان جاي فوق القبر نتاع امي راني فنتك هوني. امك ماتت؟ حتى انا الله يرحمها أخويا الله يرحمها. ليها برشا راهي خليتها عليك بقعة. كيف تعمل حروز أنت؟ نقص القلوب؟ على عصافر أنا مش القومية. قلت لك أمك ميتة. مش كنتم كله مدفونة غادي؟ خليت عليك بقعة. راك توحشتها. لو كنت توحشها تتكلم معها؟ تتكلم معها ساعات كي تبدأ عندك مشكلة؟ ايه كلمها توا زعما يسمعونا؟ طبيعة يسمعونا. هي أول مرة راك في جبانة؟ أول مرة تجي؟ بنتي مشومة ما تحبش تجيبني. طب ربي أنا كيفاش باش نجي وحدي لهوني؟ ناخذ في حرابش يتعبوني يتعبوني برشا. شنو يا مدام؟ تحربش؟ ناخذ في دواء، ناخذ في برشا دواء، تو سنين. شان لباس شان لباس ويم سا
سامحني كان قلقتك حتى القلوب نتاع القشور. طب ما عادش شنيا قلت لك سامحني سامحني السماح نستك بالمدام يعيش يعني. زيد هز كعبة لصاحبك. جاو مع صحابك المرة الأخرى؟ ولا عمل جاو مش نروان أسف المرة هذه عندي ليك سلعة جديدة لا ريحة ولا دخان شي هي هي سلعة رد لك البونية متاعك حديد أما رغالي علي برشا منتصر يزي وي تعرفني نحب السلعة هذه كادو من عند خوك منتصر باهي؟ باهي نمشي جوش جوش دروات جوش جوش دروات جوش كمل بدروات مره هذه هاي يمشي جوش دروات جوش كروشي جوش سامحني بسيط عليك نزيد في قضايا مسيش مراد نستنيك العمر زينة عاد وحشتك شبيك بينها وبعضها لا حتى في التحذير حكمني توحشك يوريك ما يوحشك تعرفين انت ساعات تنبزني بلبش قتلك يا اخي مش فاهم ولا عم روحك مش فاهم انت ظاهر فيك تحب تحكي توا بالطبيعه انا عندي برشا مشاكل وتو ما لازمش نركز معك حتى طرف المساله ما لازمش تركيز انت ما لازمش تخلي الامور تمشي بالبعادها مراد انه وياك ما عادش صغار وكل نهار بحسابه انا تو مانيش حاضر كان تحب نقعدوا صحاب داكورد اما تو ما نجمش نقتش تنجم؟ كل نجم تنجم شبيك بتعششتها؟ ليه ما بعششتش؟ ما تدوره دوره ترجع شبيك يا غي؟ ربي خليني ندخل يا بار ادخل بار بيعلي جيتني تدا؟ ذر لي بش نجيك تقلق؟ عندك مشكلة؟ ليه؟ بالك شي عندك فيلم هكا وكنت مش تخرج انتي وسهريه وانا حرقته لك الفيلم هذا ها صافا انت بس ما بالك هكا نهار تعمل هكا ولا هكا ولا هكا ولا هكا تيمبوس ليش بيك يا اخي فيق صباح الخير ها برا برا لاني جاك النوم برا ناني ناني جاك النوم ناني ناني جاك النوم أمك كامرة أبوك نجوم ألو دلي اش تحب
ما كملت اللي حبيت. داري عايشك اسمعني للاخر. يعيشك. اني ما بين موت وحياة يعيشك اسمعني. باهي تكلم. داري التريتمون تاعي مش يعملني في شيء. ونحس في روحي ما عادش عندي قوة باش نقاوم. انت الراجل الوحيد اللي حبيته في حياتي. قد ما عملت فيا وقد ما صار فيا. نحبك انت ونقول نحبك لاخر نفس. انا نجم نهار غدوة الصباح ما يطلعش عليا وما نشوفوش. فما توا كان يقول لي شكون العبد اللي تحب تعدي معاه خساعة من عمرك نختارك انت. دالي بيا بنتك بربي يحبها. كون حنين معاها راهي باش تتحرم مني. وسامحني سامحني كان تعبتك ولا عملت لك مشكلة. بربي ما تتفكر شي منها الاخرى والنواز. تفكر لي انا حبيتك برشا حبيتك اكثر من روحي. كنت نعطيك عمري باش تقعد معايا وكيف مشيت عليا هاني باش نموت. ما عادش نحب نعيش في الدنيا اذا انتي مش معايا. بربي دالي باش نسالك سؤال وجاوبني. كون هذه اخر مره باش تسمع فيها صوتي. حبيتني دالي ولا اللي صار كل صار في مخي انا تصورته. حبيتني ولا جيت اون افونتور في حياتك. انا نسخاي انا غلطت. انا ما فهمتش. انا ما فقتش. جاوبني امانك جاوبني امان. اخر ما نطلب منك حاجة. قولي حبيتني ولا عشتوا معاك كل كذبة. قولي انا كنت كي نسالي عرفت من كل. امان دالي جاوبني امان جاوبني كلامني ما تخرجش ساكت.